البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبدا كنبغي نشكر كاع المتتبعات ديالي وحتى البنات الجدادات. نتمنى انهم يكونوا كيستافدوا من هاد الفيديوهات ويكون الشرح ديالي مبسط. اليوم كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم هاد الموديل اللي كيجي خفيف على طول الجلابه او القفطان. هو كيف ما كتشوفوا غنبداو على بركة الله. ما تشوفوا هاد الرندة فيها خمسة ديال الغرز. رانا خدمت معكم أولا درت معكم كيفية بناء الغرز في الفيديوهات السابقة. غنبداو هنا على بركة الله، غادي نخدم هكذا خمسة الغرز ديالي. هنا دائما كنخدم بالبرا نمرة سبعة أولا نمرة ستة، والخيط مبروم على ثلاثة ديال الشعرات. هنا غنخدم الغرز ديالي بخمسة، نضرب هنا في التوب نرجع مع هاد الغرز عادي. دائما كنقول لكم تكون هابطي الخيط كيكون الفوق هكذا، ندوزو البرة من تحت الخيط. هنا من بعد ما خدمت هاد خمسة ديال الغرز نضرب هنا في التوب. هنا لاحظوا معايا شنو غادي ندير، غادي نخدم هاد الغرزة الاولى. دائما البنات نكونوا طالعين الخيط يكون لتحت هكذا، نخدم الغرزة الثانية. هنا غادي ندير واحد العقيقة نخلي غرزة ونضرب في الغرزة الموالية هكذا، نخدم هاد الغرزة الأخرى اللي بقات عندي نضرب في التوب. نهبط هكذا هاد الغرزة، ودائما هنا في العقيقة كنخدمو غرزة قبل الطريقة، خد دائما الفوق ونخدم غرزة من بعد العقيق. نخدم هاد الغرز اللي بقاو عندي هنايا، نضرب هنا في التوب، نرجع هنا نخدم هاد الغرز ديالي عادي. هنا كيف ما كتلاحظوا رانا كندير واحد المسافة بين عقيقة وعقيقة. أنا غنخدم هاد الغرز بعد ما ركبت العقيقة نخدمهم عاديين، نضرب هكذا في التوب، نرجع مع هاد الغرز نضرب في التوب. هنا البنات غادي ندير واحد ستة ديال الطلعات والهبطات، هنا ستة طلعات والهبطات، ندير ستة الغرز واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة الغرز، ونعود نركب عاوتاني العقيقة. هنا بالنسبة للمبتدئات رانا فايتية درت معاهم يعني كيفاش غادي لكن اول مره غادي يخدموا هكذاك جلابه او قفطان. فايت ليا قدام في الفيديوهات اللي دازت كيفاش يبداو، ما فيها بس نذكرهم انهم دائما خاص يخليو واحد 8 سنتيم من
الدورة ديال العنق، يخلي واحد 8 سنتيم ويبداو الخدمة اللي باغين يبداوها. نتوما كيف ما كتشوفوا كنخدم هنا، يعني الغلاز ديالي كنخدمهم عاديين، دائما طالع الخيط لتحت هكذا، خدمهم عادي، دائما الإبرة كتدوز من تحت الخيط. ضرب هنا في التوب، نرجع مع الغرز ديالي عادي. بزاف ديال الاخوات كيسولوا على كيفاش تبداي جلابة او قفطان، وعلى المراحل كيفاش تخدمي هاد الجلابة او القفطان. غادي ندير معكم ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة بالتفصيل كيفاش تبداي جلابة او قفطان من البداية حتى النهاية، يعني من الاول ديال الخدمة حتى التكفيفة اللي هي اخر مرحلة. هنا غنتابع الخدمة ديالي حتى كنكمل 6 ديال الطلعات والهبطات، او لا 6 الغرز، كندير 6 الغرز هنا. هنا الخيط سال ليا، غادي ندفنو هكذا تحتو، نركب خيط اخر. هنا نركب الخيط ديالي عادي، دائما الخيط الفوق وانا هابطه. نرجع مع هاد الغرز ديالي، هنا من بعد ما نكمل الخدمه ديالي غنوريكم كيفاش تزوقوا هاد الخدمه على هاد الشكل. كيف ما قلت لكم غندير معكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله كيفاش تبداو جلابه اولا القفطان من البدايه، يعني من الاول، من اول خطوه كيفاش ديروا السطوق، كيفاش تلاقيو جلابه، كيفاش تلاقيو الكمام القب، حتى اخر مرحله اللي هي ملي كنكفوا جلابه ديالنا. من هنا الخدمة ديالي عادي، حسب هنا 1 2 3 4 5 6 ديال الغرز ديالي. انا كملت يعني هاد المسافة اللي بغيت ندير. هنا من بعد ما خدمت 2 غرز غادي نعاود نركب عقيقة هنايا. نعاود نركب عقيقة ونضرب في هاد الغرزة اللي بقات عندي هنا، ضرب هنا في التوب، دائما الخيط الفوق. هنا نرجع هاد الغرزة، وهنايا دائما في العقيقة راه كنضربو هكذا، نخدمو واحد الغرزة قبل غرزة من بعد العقيقة. خدم هنا هاد 2 غرز اللي بقاو عندي،
نضرب هنا في الثوم، طلع مع هاد الغرز ديالي عادي. نضرب هنا ضربه في الثوب، نرجع عادي هكا مع الغرز ديالي. نتمنى من المبتدئات ان الطريقه تكون مفهومه. انا غنتابع الخدمه ديالي، نعاود نخدم واحد 6 طلعات و6 ديال الهبطات. هنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، غادي نوريكم الزواق ديال هاد الخدمه كيف ما كيبان لكم. هنا دائما انا الزواق راه كنبرم الخيط كيف ما قلت لكم على 4 ديال الشعرات. تابعوا معايا. هنا من بعد ما ركبت الخيط اللي غنزوق به، انا كيف ما قلت لكم راه هذا مبروم على 4 ديال الشعرات. نوريكم الطريقه كيفاش تزوقوا. هنا عندي 1 2 3 4 5 6 ديال الضربات هنايا. هنا غنخلي 1 2 3 ديال الغرزات، ندخل هكذا الابره ديالي. انا جيت للمنتصف نص ديال العقيقه، نحسب 1 2 3 ديال الغرز، ندخل الابره هكا في الوسط، غادي نشد هنايا 3 ديال الغرز اللي بقى حيت هما 6 ديال الغرز. نشد هاد 3 بهاد الطريقه هادي، 3 ديال الغرز اللي في الوسط هكذا، ندخل الخيط ديالي هنا. هنا غادي نرجع في نفس الغرزه بهاد الطريقه، نرجع فيها باش هاد العقده ديالي اللي عندي هنا تهبط للتحت هكذا. نرجع في نفس الغرزة، هنا غنضرب في الغرزة اللي فوق منها، نجر الخيط ديالي باش ديك العقدة تهبط للتحت. هاهي بالطريقة. نشد هنا 1 2 3 ديال الغرز. هنا دائما كنضرب في الغرزة اللي فوق منها بالطريقة هذه. نشد عاوتاني 3 الغرز، يعني كنبقى غادا بنفس العدد 3 الغرز وانا غادا طالعه هكذا. نضرب دائما في الغرزه اللي فوق منها بالطريقه هذه. هنا دائما 3 الغرز هما، ونضرب في الغرزه اللي فوق منها، نبقى غادا وطالعه مع الخدمه ديالي هكذا. شد 3 الغرز هنا، هنا غنرجع للجهه التحتانيه بهذه الطريقه هذه، نخرج الابره هكذا. شد عاوتاني هنا 1 2 3 ديال الغرز، انتم تابعوا معايا. كنخرج الابره من الغرزه اللي فوق من الغرزه اللي كنت شديت منها قبل بهذه الطريقه هذه. كنبقى غاده وطالعه مع هاد 3 الغرز، 1 2 3 ديال الغرز. هنا دائما نشد في الغرزه اللي فوق منها، يعني فوق من ديك اللي خدمت ها هي. نشد عاوتاني 3 الغرز، الطريقه هذه
نخدمها ثلاثة أخرين هكذا هنا، نخرج الإبرة فهاد الجهة الأخرى باش ندير نفس الزواقة. دائما كنخلي واحد جوج ثلاثة ديال الغرزات وكنشدو ثلاثة لتحتانيين بهاد الطريقة. هادي غنخرج الإبرة من تحت، نخرج هاد الجهة الأخرى باش ندير نفس الزواقة. هاهي كنخرج الإبرة حدا العقيقة يعني في الغرزة الأخرانية، هاهي الوسطانية، نشد دائما واحد جوج ثلاثة ديال الغرز ونخرج الإبرة من هانتوما العين اللي فوق منها، العين اللي فوق منها هكذا. دائما واحد جوج ثلاثة الغرز، ها هما، دائما نخرج الإبرة في العين اللي فوق منها وانا غادا طالعة. ثلاثة ديال الغرز دائما ثلاثة، ونخرج الإبرة من العين اللي فوق منها هكذا. هنا غنرجع هكذا نخرج الإبرة ديالي من الجهة هكذا تحتانية. دائما هاد العوينة اللي شديت فيها كنشد في العين اللي فوق منها، الطريقة هادي. شد عاوتاني هنا واحد جوج ثلاثة ديال الغرز، نتمنى ان الطريقة تكون واضحة. نتابع الزواق ديالي بنفس الطريقة، شد عاوتاني ثلاثة هكذا. هنا غدا وكنقص غرزه من الفوق، يعني غدا وكنهبط كنقص غرزه من هنا من جهه الفوق. هاهي من بعد ما شديت هنا ثلاثه الغرز، هاد الغرزه هنا كنخلي وحده ونشد الخيط في اللي تحت منها، وغدا وكنقص الغرز من جهه الفوق، نقص جهه فوق غرزه ونزيدها من جهه لتحت. الزواق ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه بالنسبه للمبتدئات واللي كانت اول مره كتشوف القناه ديالي. نتمنى انها تدعمني بلايك وابوني وتفعل الجرس باش يوصلها الجديد، ولا كان اي تساؤل خليه لي في لي كومونتير. خليتكم على خير.